بهذه الإشارات والعديد من التصريحات التي قام بها المتحدث باسم جيش الاحتلال، أذهب إلى مزيد من التحليل والمتابعة مع ضيفي من القاهرة اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات المصرية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق. أرحب بك سيادة اللواء معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، وأستهل بتساؤل، هل لا زلنا نتحدث عن خطوط حمراء في هذه المواجهة لإسرائيل مع ما أشارت إليهم بأنهم جبهات متعددة من حزب الله إلى حماس إلى العراق إلى الحوثيين إلى إيران؟ أهلا بك أستاذ أمل وبالسادة المشاهدين. في البداية بحب أقول أنه قيام عناصر الحوثيين باختراق المنظومة الخاصة بالدفاع الجوي وجميع المنظومات اللي بتتفاخر بها إسرائيل والوصول إلى قلب إسرائيل في تل أبيب بطائرات مسيرة يافا واستهداف مبنى ومقتل فرد وإصابة عدة أفراد، ده ليه عدة دلالات. أول حاجة، الحكومة الإسرائيلية والداعمين لها من المتطرفين بيجروا المنطقة إلى توسيع دائرة الصراع بدخول عناصر الحوثيين من اليمن وعناصر جهاديين من العراق وسوريا وحزب الله وحماس والجهاد في غزة والضفة الغربية. كل ده أدى إلى كل ده نتيجة الحكومة وتصرفاتها، الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها. الحاجة الثانية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت في ردع إسرائيل لأنها بتكيل بمكيالين، طبعا في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من العزل من الأطفال والنساء والكبار السن. ما دلالات هذا؟ ده دلالاته نمرة واحد، فشل منظومة التأمين الإسرائيلية، فشل إسرائيل في توصيل رسالة إلى مواطنيها بالشعور بالأمان، توسيع مجال الاضطرابات الإقليمية ودخول أطراف أخرى على خط الصراع. طبعا استهداف إسرائيل يعني جميع الأماكن وجميع الأهداف داخل إسرائيل تحت طائلة التهديد. طبعا إسرائيل لازم نبقى عارفين وكل السادة المشاهدين يبقوا عارفين، إسرائيل بتتبنى نظرية في القتال اسمها نظرية الردع. نظرية الردع إنه أي تهديد تجابه بردع، يعني بقيام بعمل أقوى منه، عمل يرضع التهديد اللي قدامها أو العدو اللي قدامها، نعم، علشان ما يفكرش في عمل حاجة أخرى. طيب، في فلسفة الردع التي أشرت إليها، يجب أن أتوقف عند هذه النقطة سيادة اللواء. أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن بناء على هذا الحدث الخطير جدا الذي جرى في تل أبيب، هذا ما أشار إليه، أن الرد جاء على كل ما جرى وليس فقط على هذا الحدث، وأنها رسالة لكل من يرانا، وبأن إسرائيل لديها الأذرع الطويلة أينما كان. هل أتى فعلا هذا الرد هو رادع وردعي من إسرائيل بما فعلته اليوم بميناء الحديدة؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه إسرائيل حبت تطمن مواطنيها وتطمن شعبها بأنها استهدفت ميناء الحديدية ومحطة كهرباء، ولكنها لم تستهدف مصادر وأماكن إطلاق الصواريخ اللي جاية لها من اتجاه الحوثي، لم تستهدف أماكن خروج الطائرات المسيرة من الحوثي والتي تصل إلى قلب تل أبيب. فطبعا زي ما بيقولوا كده، عملية تلفزيونية، عملية سينمائية، دايما يعني يقوم بعمل خارج المنظومة العسكرية. أنا المفروض علشان كناس عسكريين علشان أرد على هذا التهديد أستهدف المصادر اللي بتهددني، أماكن الصواريخ، أماكن المسيرات. والعلم طبعا أن الحوثيين حصلوا على هذه الصواريخ وهذه التكنولوجيا من استيلائهم على بقايا الجيش اليمني بعد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستخدموا خبراء إيرانيين وساعدوهم في امتلاك هذه التكنولوجيا وتهديد
إسرائيل وتهديد أمن البحر الأحمر والمنطقة بالكامل. طيب حسب ادعاء إسرائيل أن هذا الميناء هو ما تستلم منه ما يستلم منه اليمنيون الأسلحة من إيران وآخرها المسيرات أو المسيرة التي وصلت إلى تل أبيب والتي قامت بهذه العملية سيادة اللواء يعني. وتساؤلي لماذا الحديدة، وكما أشرت حضرتك يعني أنه لم يستهدفوا الأماكن التي يتواجد فيها إطلاق الأسلحة نحو أهداف معينة، لم يستهدفوا حتى تواجد اليمنيين أو الحوثيين سواء كنا بصنعاء أو مران مثلا. تمام. من المعلوم برضو أيضا أنه الحوثيين تقريبا بيستولوا على 25% من الأراضي أو بيسيطروا على 25% من الأراضي اليمنية منهم ميناء الحديدة، ولن يوقف قصف ميناء الحديدة وسط القوات الجوية الإسرائيلية حصولهم على الدعم الإيراني وحصولهم على الأسلحة الإيرانية واستهداف إسرائيل من الداخل ومن الخارج بالكامل. طيب أذهب إلى هذه المروحة التي فردها إن صح توصيفها المتحدث باسم جيش الاحتلال، وهو يتحدث عن جبهات كثيرة يواجهها اليوم المحتل الإسرائيلي سيادة اللواء، يعني أشار أنه يواجه حماس، يواجه حزب الله، يواجه من هم في العراق والحوثيون وسوريا وإيران على رأس كل هذه الجبهات. طيب هو أشار إلى أو أفرد كل هذه المروحة ليجعل الإسرائيلي في الداخل يستشعر مدى هول ما تفعله حكومته وما يفعله جيش الاحتلال ليعظم من مهولة المعارك والجبهات التي يواجهها اليوم الإسرائيلي. لماذا أشار المتحدث إلى كل هذه الجبهات سيادة اللواء؟ ده بالطبع طبعا علشان يوصل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي إن أنا إنه يعني الجيش الإسرائيلي بيحارب في سبع جبهات أو سبع عدائيات زي ما ذكر، الجهاد وحماس في غزة، العناصر الجهادية في سوريا والعراق، حزب الله، الحوثيين، الضفة الغربية. وده طبعا علشان يعني يعلق خسائره أو يعلق مدى إخفاقه على هذا الأمر، أنه بيحارب في كذا اتجاه، وأنه لو حصل خسائر أو حصل استهداف أو حصل اختراق فلتعدد العدائيات المشار إليها. سيادة اللواء، دائما ما كنا نشير وخاصة بعد 7 أكتوبر عذرا وبعد طوفان الأقصى أن الوثيقة الجوهرية بين حكومة إسرائيل والإسرائيليين هي الأمن والأمان، وإن ضربت فنعتبر أن هنالك اهتزاز لأركان هذا الاحتلال. واليوم يضرب ربما هي كانت تضرب على مدار أشهر في الشمال، واليوم ضربت أو بالأحرى بالأمس ضربت في قلب تل أبيب، وربما سبقها ضربة أخرى أيضا. طيب في موضوع الأمن والأمان، هل لازال الإسرائيليون بعد كل ما يتفعله حكومة نتنياهو لديهم ولو القدر الأدنى من الموثوقية بأنه يمكن لهذه الحكومة أن توفر لهم الأمن؟ أولا حوالي 60% من الإسرائيليين مش راضين او لا يوافقون على ما يفعله نتنياهو، ودي احصائيه موجوده. الحاجه الثانيه، من 3 أيام زعيم المعارضه لبيد في الكنيسة ذكر ذلك بالحرف ما قلتيه لرئيس الحكومه، وذكر له قال له انت فشلت في توفير الامن وشعور الاسرائيليين بالامن داخل بلدهم. طبعا ده رسالة قوية للحكومة انه بزيادة الصراع وزيادة العمليات في غزة وزيادة استهداف المدنيين هيوسع دائرة الصراع وهيكبر التهديدات لإسرائيل والشعب الإسرائيلي وهيجعل أطراف أخرى تتدخل في الصراع. وطبعا كمحللين ينتظر أن يقوم الحوثي بالرد وحزب الله بالرد وجبهات أخرى. بالعلوم العسكرية سيادة اللواء، لماذا
عندما يركز من يتحدث باسم جيش ويخرج إلى مؤتمرات صحفية ويركز على نقطة معينة ويتم تكرارها مؤكد أن لها دلالة وما بين السطور. اليوم المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أكثر من مرة بأن هذه العملية خالصة مخلصة للاحتلال وأن جيش الاحتلال هو من قام بها وحده. لماذا هذا التأكيد؟ بيأكد على كده علشان جماعة الحوثي طبعا من بداية العملية بتستهدف جميع السفن داخل الممر المائي بالبحر الأحمر المتعلقة بإسرائيل أو من يدعم إسرائيل سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو ما شابه ذلك. الحاجة الثانية لازم يكون منافسة، وده اللي ذكره وزير الدفاع بالاتصال بوزير الدفاع الأمريكي مع القوات الأمريكية. ليه القوات الأمريكية؟ علشان لا نغفل أنه من بداية العملية الأسطول الصيني دخل البحر الأحمر لتأمين ممر التجارة الخاص به، يعني متواجد معانا غير الأمريكي والبريطاني الأسطول الصيني في البحر الأحمر، فلازم كان ينسق مع القوات الأمريكية. لكن كونه يدعي أنه عملية خالصة بأنه 20 طائرة خرجوا من إسرائيل لحد ما نفذوا في اليمن ورجعوا تاني، لكن لازم يكون في تنسيق لوجستي مع القوات الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر في جنوب البحر الأحمر. سيادة اللواء، عندما يتابع الإسرائيلي بشكل أو بآخر بعيدا عن وسائل إعلامه أن ما تم استهدافه اليوم من قبل جيشه هو عبارة عن محطات للنفط والكهرباء والتي هي بشكل مباشر ضرب ومضاعفة وزيادة لمعاناة الناس في اليمن وليس ضرب للحوثيين بذاك القدر الذي توهمهم به حكومتهم أو جيش الاحتلال، يعني ألا يظهرهم بصورة الضعيف أو يظهرون بذاك القدر من الاهتزاز؟ الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو متعودة على كده، متعودة على خداع الشعب الإسرائيلي، الكذب على الشعب الإسرائيلي، بدليل أنه قاموا بتنفيذ العملية على الميناء وعلى محطة الوقود، خزانات الوقود ومحطة كهرباء، لكن لم يتم التنفيذ على عناصر عسكرية من الحوثيين، أماكن إطلاق الصواريخ، أماكن إطلاق المسيرات التي تؤثر على القدرة القتالية للعناصر الحوثي. تماماً. لم يتم، وطبعاً أي يعني عفواً أي فرد مدني يعني ما يقدرش الموضوع كده، لكن العسكريين أين النتيجة؟ أنا في عناصر قتالية قامت بالهجوم، لازم العناصر القتالية دي أهاجمها أو أدمرها أو أرجعها، وده لم يحصل في هذه العملية. فعلشان كده في بداية الكلام قلت إنها عملية تلفزيونية. بما تابعته وبما أطلقه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيادة اللواء، هل كان نوع من الخطوة إلى الوراء بأن هذا هو القدر الذي اكتفينا به من رد الفعل على الفعل الذي قام به الحوثيون وعليكم ألا تقوموا بأكثر من هذا؟ هل كانت هذه هي الرسالة التي يود أن يقولها بشكل أو بآخر لجميع الأطراف، على الرغم من أنه يعني في السطور الواضحة كان يقول أن رسائلنا لمن يرانا ولنا هذه الأذرع وسنضرب أينما كان، ولكن هل في ما بين السطور كانت هذه هي الرسالة؟ يعني وافقك الرأي في ذلك، لكن الرسالة كانت بتقول إنه نحن قادرون، الجيش الإسرائيلي يعني نحن قادرون على الوصول والردع لأي عدائيات في أي مكان. دي الرسالة اللي عايز يوصلها الجانب الإسرائيلي. النقطة الثانية، الرسالة الثانية اللي عايز يوصلها، عايز يوصل رسالة طمأنينة للشعب الإسرائيلي إننا قادرون على مجابهة العدائيات في أي مكان وتوفير الأمن للشعب الإسرائيلي في إسرائيل. بالعسكرة سيادة اللواء، كيف ترى هذا التطور من جانب الحوثيين تسليحيا وكيف ترى الرد تسليحيا من الجانب الإسرائيلي؟ طبعا زي ما ذكرت الجانب الحوثي حصل على أسلحة من بقايا الجيش اليمني بعد وفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقام بتطويرها واستخدام خبراء إيرانيين
عفوا واستخدم هذه الأسلحة في استهداف أكثر من 200 مرة ضد إسرائيل. وكذلك قام بتطوير منظومة الطائرات المسيرة الدرون واستخدمها في استهداف إسرائيل أكثر من مرة. واستمرار الصراع هيجعل الحوثيين بمعاونة إيران في تطوير أنفسهم وفي استهداف أكثر لإسرائيل. أشكرك جزيل الشكر اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات المصرية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، على مشاركتك معنا من القاهرة.